بعد تحرير منطقة حاول الكنيسة قمنا بتفتيش المناطق والبيوت اللي واقع في اسمه، فوجدنا في أحد حدائق البيوت لعادة المواطنين مصوغات ذهبية، فخرجناها وتأكدنا منها وتم ضبطها في محضر، ولما بعد التأكد سوف نسلمها إن شاء الله إلى المواطن صاحبها. يعني هسه هي يعني دعوة من عندك للمواطن صاحب الدار اللي ضمن هذه المنطقة، يا منطقة هي هسه هاي؟ منطقة سيدي حاول الكنيسة، إن شاء الله ندعيه يجي يستلمهن بعد التأكد من عائديتها إليه. من كان وياك بالقوة اللي كنت تداهمون يعني؟ كان وياي رئيس عباس ورئيس علي وكثير من الأخوة الآن مشغولين بواجبات. يعني هسه أنتم الثلاثة اللي حص يعني وجدتوا هذه المصوغات الذهبية وبنفس الوقت ثبتوا الموقف العام مالها وسجلتوها كمحضر. نعم سيدي، هذا تم تفتيش البيت، بعد تفتيش البيت وجدناها وحفظناها وننتظر المواطن يجي لها ونسلمها إليه. أنا أشكرك على هذه الأمانة أنت وزملائك المقاتلين، وهذا مو غريب عليكم كونكم أنتم هنا جاي تضحون بدمائكم، فهذا فشي بسيط أنتم جاي تسوونه للحفاظ على ممتلكات وأمن المواطن وأرواحهم أيضا. الله يبارك بكم، هو هذا ان شاء الله ديدن كل الجيش العراقي وكل القوات الامنيه، ان شاء الله نحافظ على ارواحهم وممتلكاتهم، وما اي شيء نقوم به احنا نقدر نقدمه لهم ان شاء الله. بارك الله بك. رئيس عرفاء علي عباس. نعم سيدي. شنو سويتوا بالمسوغات من لقيتوها؟ وين لقيتوها بالضبط؟ والله في البداية بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي احنا طاردين بدورية، احنا والرائد حسين معاه ضابط استخبارات وانا بصفتي نائب ضابط مسؤول مكتب استخبارات اللواء الثالث ويا رئيس عرفاء علي. اثناء التفتيش في احد المنازل يعني نفتش، فعثرنا على المصوغات الذهبية المسجودات يعني بوصلة ومخيطات خياط. بعد ما فتحناها تأكدنا منه انه ذهب، نزلناها بمحضر ضبط، جردناها المواد ومنتظرين هسه بس نتاكد من صاحبنا الشرعي بس يوصل لنا وتم التعرف عليه ويذكر لنا المواد يعني بصوره صحيحه انه عائدات له، بعد ان شاء الله نسلمهن له. بارك الله فيك. ان شاء الله سيدي. هذا مو غريب عليكم انتم ابطال، ايد تقاتل وايد تحارب. والله ان شاء الله سيدي، ان شاء الله ان شاء الله احنا اللي نقدر عليه ان شاء الله ما نقصر وياهم، ان شاء الله احنا خدمتهم خدمه الوطن. شكرا. الحمد لله والشكر، احنا اخذنا تحرير المنطقه او الكنيسه، عثرنا على الجوهرات وان شاء الله رجع للعالم ان شاء الله. هاي دائما صادفكم هيك حالات؟ دائما دائما اي دائما دائما، والعالم تجي تاخذ اغراضها سياراتها ممتلكاتها. الحمد لله والشكر. برافو. واسم الرئيس عرفاء علي مزهر كاظم. مزهر كاظم سلمان الدرب. بالأمس كنا مع مثال حي من أمثلة الأمانة اللي يتحلي بها المقاتل العراقي وخصوصا مقاتل قيادة فرقة المشاة 16. اليوم لنا وقفة أخرى مع مجموعة من المقاتلين الذين وجدوا مسوغات ذهبية أثناء تفتيشهم لمنطقة حاول الكنيسة في أحد المنازل، وتم ضبط هذه المسوغات بمحضر رسمي والاحتفاظ بها لحين عودة أصحابها الشرعيين والتأكد من عائديتها لهم، وسوف يتم تسليمها لهم. نعاهد الشعب الموصلي وشعبنا الكريم أن نكون الجنود الأوفياء والمحافظين على أمن وممتلكات وأرواح المواطنين.